لطالما تساءلت الحضارات كلها عبر التاريخ عن شكل الأرض، مصدرة نظريات تجاري مستوى علومها ومعرفتها. وحتى يومنا هذا يشكك العلماء حول الأرض بمصداقية كرويتها المسلم بها كواقع، بالرغم من غياب أي دليل علمي قاطع على ذلك. كل ما يتكل عليه العلم الحالي هي دلائل، والدليل ليس برهانا. بهدف توضيح الشكل الحقيقي للأرض، اشترك باحثو مركز داكيلا ومركز زيغوراتس للتكنولوجيا مع علماء آخرين في تجارب وبحوث استغرقت 7 سنوات لتبرهن أن الأرض فعلا كروية أو أن شكلها مختلف تماما. وفي عام 2011 اجتمع باحثو داكيلا ومركز زيغوراتس في هدف تحديد شكل الأرض الواقعي. كان ذلك ضروريا لتحضير وتنفيذ تجارب وجمع معطيات علمية وعملية في عدة مواقع حول الأرض. لذلك تمت استشارة عدة أخصائيين حول إمكانية انعدام كروية الأرض. كما يعرف الجنس البشري بأكمله، الأرض كروية الشكل، وأنا كأخصائي جيوغرافيا وخرائط وتوبوغرافيا أجد صعوبة بتقبل عدم كروية الأرض. كل معارفنا وإدراكنا ومعرفة الإنسان وتفكيره وأعماله مرتبطة بقوانين هذا النموذج وهي متعلقة به. إنها فكرة تتناقض كليا مع مفاهيمنا عن كروية الأرض. هذا أمر صعب حقا، كوني مهندس مدني وخبير جيولوجي أعمل بعلوم دقيقة تعلمناها منذ الصغر، ويصعب علي تبني أي رؤية مختلفة لواقع تربينا عليه، لأن دراساتنا جرت حصريا استنادا للنموذج الكروي. فالصراع كبير جدا بسبب اعتماد معرفتنا على أدوات علمية وتكنولوجية عظيمة وهائلة لإثبات حقيقة هذا الواقع. كل المعادلات المستعملة في مجال الطيران والأقمار الاصطناعية وعلم الفضاء تعتمد على هذا النموذج، وكلها تعمل بشكل طبيعي. الماء لا تغادر الأرض لأن قوة مركزية تشدها نحو الأرض اسمها الجاذبية. وانعدام كروية الأرض يجعلنا نشكك في ذلك، ولهذا أقول أنها فكرة مروعة. عندما نتعامل مع معطيات تاريخية غير ملموسة، ويكون هناك عدة نظريات مع أشياء ملموسة راسخة في علمنا تكون أعمدة هذا العلم، وندمر هذه الأعمدة التي تحفظ علوم الإنسانية كما نعرفها. عندها نفكك قواعد كل ما نعرفه من حقائق علمية وندمر هذا المعتقد، وذلك يخل بتوازن كل ما يعرفه الناس. أنا جاهز للاقتناع بأن ما أعرفه لا يساوي أكثر من هذا.
أورندير وباحثو داكلا ومركز زيغوراتس للتكنولوجيا قيموا كل الإمكانيات والاحتمالات بهدف تحديد شكل الأرض الحقيقي. أنجزنا عشرات الاختبارات وسوف نقدم 7 منها كفيلة بتحديد شكل الأرض الواقعي، واستخدمنا منهجية العلوم الهندسية لأن النتائج أكثر دقة. معظم الاختبارات جرت على الماء لأنها تمثل 70% من سطح الأرض. أول اختيار كان لتحديد انحناء الأفق على مستوى الماء. فلنسجل إحدى التجارب الرئيسية لإثبات كروية الأرض، وهذا الاختبار يخص سارية السفن في الأفق والمسافة بينها وبين الشاطئ، ولتحديد إذا ما كان هنالك تسو وتكوير على الأرض. كلما قلت الرطوبة في الهواء كلما زادت قدرتنا على الرؤية، وكلما ازدادت الرطوبة كلما تشوهت رؤيتنا. لذلك يجب علينا الاختبار في المناطق القليلة الرطوبة، وهذه التجارب سوف تبرهن أن الأرض كروية إذا تبعت المياه انحناء الأرض. أول موقع للاختبار هو في لاغوس دوس باتوس في البرازيل. نحن في لاغوس دوس باتوس مع فريق يثبت مجهر تلسكوب قوي جدا، والذي سوف يتابع ابتعاد السفينتين عن الساحل. وهذه الصورة ستكون مسجلة أيضا بواسطة كاميرات مثبتة على الشاطئ. سوف نبدأ من الآن في هذه المرحلة الجديدة من الأبحاث بهدف الابتعاد لمسافة 40 كيلومترا على الماء، لنري العالم أن هناك استقامة على هذا البعد. وهذا هو الغرض اليوم. ومن الأهداف تبين أن انعدام الانحناء على سطح الماء مع سطح الأرض يبرهن استقامتها. ووظيفة الفريق على الشاطئ هو مراكبة هذه الحركة، توثيق وتصوير هذا الاختبار. الباحثون ثبتوا التلسكوب النيوتوني المصمم خصيصا لهذه التجربة، ومجهزا بكاميرات عالية الدقة لتسجيل المعطيات. الفرق تستعمل معدات موقعية متقدمة لضمان دقة النتائج. تم إجراء نفس التجارب في أماكن أخرى، وواحد منها في بختياريس ليس بعيدا عن مضيق جبل طارق على الساحل الفرنسي. نحن في جنوب فرنسا على ساحل لبختياريس. أتينا مع باحثين فرنسيين من منسقي جمعية Project Energy Action هنا في فرنسا لمحاولة إثبات هذه النظرية السخيفة في الظاهر. أعطيت لي هذه الفرصة بالمشاركة في المراحل الأوروبية للاختبار. سوف نصور مركبا يبتعد بقدر الإمكان عن الساحل. إمكانية المشاركة في موضوع مثير للجدل لهذه الدرجة مثير للاهتمام، وأن نكون جزءا من هذه التجربة ونبين موضوعا لم يتقبله العلم المعاصر. سوف نصور عبر التلسكوب والكاميرا المثبتة عليه لزيادة الفعالية.
ثالث التجارب جرت على سد تريس مارياس في البرازيل. وفريق ثان يقوم بنفس التجربة على شاطئ سانتوس على ساحل مدينة ساو باولو. هناك جعلنا الفريق قسمين، الأول على الشاطئ والآخر ركب البحر. جلبنا التلسكوب النيوتوني واستخدمنا المحطة الهندسية الشاملة. نسجلكم الآن. حقا؟ لقد كبرنا الصورة. اختبار تلسكوبي آخر جرى على بحيرة تيتيكاكا في بيرو. نحن هنا على جزيرة أمنتاني على بحيرة تيكيكاكا في البيرو التي سوف نصور منها على هدف في الكورديليرا بلانكا على حدود البيرو وبوليفيا، وهذا يبعد 110 كيلومترات بالضبط من هنا. إذا كانت الأرض كروية فلن نستطيع الرؤية. على هذا البعد يفترض أن يرتفع الانحناء إلى 237 مترا، مما يعادل علو مبنى من 79 طابقا. لن تتمكن الكاميرات من التقاط الجانب الآخر، ويستحيل الرؤية على هذا البعد بالعين المجردة، ولكن سيكون هذا ممكنا بالتلسكوب. إن لم تكن الأرض كروية، أحد أفضل الأماكن في العالم للتأكد من كروية الأرض هو هذا الموقع بالتحديد. هل سيتمكن الفريق الثاني من رؤية الضفة المواجهة بواسطة التلسكوب؟ نعود للتجربة مع المراكب، حيث لاحظ الباحثون المتابعون للمركبين بالعين المجردة أنهما اختفيا تدريجيا وراء الأفق. أولا اختفى الهيكل وتبعه المركب قبل أن تختفي السارية أيضا في النهاية، وتماما طبقا لنظرية الأرض المكورة. هكذا بعد مسافة معينة اختفت المراكب بالكامل ولم يعد بالإمكان رؤيتها بالعين المجردة. هل يعني هذا أن الأرض كروية الشكل بحق؟ تجربة أخرى جرت بموجات الراديو. المسافة بين الفريقين 14 كيلومتر على الضفتين المواجهتين للبحيرة. عند استعمال الهوائيات ذوي موجات الراديو الموجهة بترددات عالية التي تركز الإرسال نحو الاتجاه المقابل، كلاهما يرسلان ويتلقيان بنفس الوقت، ووجود أي حواجز بينهما ستعترض إشارة الإرسال، فتم التثبيت بدقة للتواصل. ووضع على ارتفاع متر واحد من مستوى الماء وعلى بعد 14 كيلومتر عن بعضهما البعض.
على هذا البعد يفترض أن يكون انحناء الأرض بحسب النموذج الكروي حاجزا بارتفاع 3 متر و84 سنتيمتر، مما يعادل ارتفاع منزل بطابقين، وهذا كاف لقطع الاتصال. هل نجح الباحثون بالاتصال؟ تجربة إضافية كانت باستعمال الضوء، واختار الباحثون اختبار شعاع الليزر لدقة مساره ولقدرته على اجتياز المسافات والمحافظة على لمعانه بشكل كبير. مرة أخرى اقتضت تجربة الليزر على تواجد فريقين على ضفتين مقابلتين. يرسل أحد الفريقين شعاع الليزر باتجاه الفريق الآخر. بحسب النموذج الكروي تستحيل رؤية الشعاع من الضفة المقابلة، لأن الانحناء المفترض سيشكل حاجزا يقطع عليه الطريق. ولكن إن لم تكن الأرض كروية فلن تجاري المياه أي انحناء، وسنتمكن من مشاهدة الضوء على الضفة المقابلة لانعدام الحواجز بين الضفتين. ولتكون النتائج أكثر فعالية فقد تم القيام بالتجربة على مسافة كبيرة تقدر بعشرات الكيلومترات، لأنها كلما زادت المسافة كلما ازداد معها انحناء الأرض بحسب النموذج الكروي، وهذا قد يعترض الشعاع. بعد أن وجدنا صعوبة في إيجاد معدات تعمل بطاقة كبيرة، فلقد قمنا بتصميم وإنشاء معداتنا الخاصة لتكون على المستوى المطلوب من القوة، مما لا نجده في الأسواق. يطلق مدفع الليزر أكثر من شعاع واحد، وهو معدل ليصل إلى البعد المطلوب من دون أن يتوسع، ومع التركيز على نقطة واحدة في الجهة المقابلة. تم اختيار النقطتين على ساحل ساو باولو، واحدة على شاطئ كارواتا توبا والأخرى على شاطئ إيلابيلا. جهز الفريق المعدات خلال فترة بعد الظهر للقيام بالتجارب ليلا. موجهة نحو الفريق الثاني على الشاطئ المقابل. الإرسال والتلقي سيتم على علو 1 فوق مستوى البحر، والمسافة 15 كيلومترات. ومع جهوزية المعدات حان الوقت لبدء التجربة. جنوبا 43 درجة. آن الأوان لمعرفة الحقيقة. إن لم يصل الضوء إلى الجهة المقابلة فذلك سيؤكد كروية الأرض. أدنى، وجه إلى الأسفل. عظيم، تبدو هذه الوضعية أفضل. حاول الحفاظ على هذا المستوى في الوقت الحاضر. هل وصل ضوء الليزر إلى الجانب الآخر مما يجعل كروية الأرض موضع الشك؟ الخطوة التالية للفريق كانت بتكرار التجربة على مسافة أطول. لمتابعة التجارب تم اختيار بحيرة تيتيكاكا على الحدود بين البيرو وبوليفيا. رسى أحد الفريقين على شاطئ غولي في البيرو والثاني على شاطئ كوباكابانا في بوليفيا.
بحيرة تيتيكاكا بعرض 65 كيلومتر وبطول 165 كيلومتر. والبعض يقولون أن لدى البحيرة انحدارات ولكنها مسطحة كالمرآة هنا، فيمكنك مثلا النظر على بعد 30 أو 40 كيلومتر وسوف تراها مسطحة تماما. هل ستتمكن الباحثون من إثبات استقامة سطح البحيرة؟ وصلنا إلى الموقع على جانب الطريق، وهناك في وسط الصورة تظهر مدينة كوباكابانا. بالنسبة لما أراه هنا، نظرية استقامة سطح الماء مقنعة جدا، ولكننا سوف نبحث عن براهين إضافية. نحن بحاجة إلى نتائج أكثر. نحن الفريق الثاني، الفريق الأول في مدينة هولي على شاطئ بحيرة تيتيكاكا أيضا، وكلانا على نفس الارتفاع بالنسبة لسطح البحر، معدات الفريق الأول على علو متران من مستوى مياه البحيرة، ونحن هنا على علو 1.35 متر عن الرمل، بالإضافة لأربعين سنتيمترا كما يمكنكم المشاهدة هنا. الفرق جاهزة والمعدات في مكانها، أصبح من الممكن بدء التجربة. جميل، اتركها هكذا. إننا نقوم بتوجيه الليزر. تم إطلاق الشعاع. لقد وصل هنا، هنا إلى اليمين، إلى اليمين، وجه إلى اليسار. ها هو، سوف نغمز الشعاع. هل بالإمكان رؤية الليزر من الجهة المقابلة مما يثبت استقامة السطح؟ في تجربة غير مسبوقة طورها الباحثون، قرروا قياس الانحناء الجيوغرافي للأرض بين مبنيان متباعدان جدا، وذلك باستعمال نظام الجي بي اس الشديد الدقة. سوف نأخذ بعين الاعتبار كروية الأرض. يجب علينا تحديد نقاط من طرف إلى آخر وعلى بعد معين، وذلك لنبرهن وبدقة إذا كانت الأرض كروية أم لا. هنا لدينا مدينتين متباعدتين. سوف نأخذ اثنان من المباني، واحد في المدينة التي في الجنوب والثاني في المدينة التي في الشمال. هذا في الشمال وهذا في الجنوب. ماذا سيحصل إذا قمنا بقياس هذه المسافة هنا بين قاعدتي المبنيان وعلويهما؟ إذا كانت الأرض كروية فسوف يكون القياسان مختلفان، ويكون القياس بين الطوابق العليا أطول من ذلك الذي بين القاعدتين. للقيام بهذه التجربة اخترنا مبنيين متساويي الارتفاع موجودان على مستوى البحر ومتباعدين بقدر الإمكان. سوف يقاس البعد بين القاعدتين والسطحين بأجهزة الجي بي اس وبدقة شديدة، فبحسب النظرية الكروية سوف تكون المسافة بين السطحين أطول من المسافة بين القاعدتين ولو بأمتار، ولكن لو تبين التساوي بين المسافتين فذلك سيظهر أن الأرض لا انحناء لها. ولتكون القياسات بأعلى درجة من الدقة، قامت سي تي زي بدعوة أخصائيين من إنكرا، وهي المؤسسة الوطنية للاستيطان والإصلاح الزراعي، وهي إحدى المؤسسات الأكثر مصداقية واحترام في البرازيل وإحدى الأفضل في العالم في مجال التوبوغرافيا. التقى مهندسي إكرا وتقنييها بباحثي داكلة وسي تي زي ليناقشوا بكيفية الإعداد للتجربة، مما قد يدل على كروية الأرض أو عدمها. بطريقة تحليلية
سوف نستنتج إذا ما كان الخط هنا يشكل زاوية قائمة على النقطتين ومقارنة بالقاعدتين. أعتقد أنه سيكون أعرض. بنظر تقني إنكرا ستكون القياسات مختلفة، وإذا ثبت ذلك فسيكون من أقوى البراهين على كروية الأرض. يقع المبنى الأول على شاطئ توريس في ريو غراندي دي سول. أما الثاني فيقع في ناتال في ريو غراندي دي نورتي، وعلى بعد 3050 كيلومتر من المبنى الأول، وعلى ارتفاع متساو بالنسبة لمستوى البحر. هذا جهاز L1-L2 Receiver Signal، وسوف نقوم بقراءة المعطيات من هذه النقطة للقاعدتين، ومن هذه القاعدة سوف نقرأ المعطيات العمودية الخاصة بهدفنا، ومن ثم سوف نستخدم جهازا آخر هندسي لقراءة المعطيات الخاصة بالزوايا الأفقية والعمودية. يا ترى ماذا استنتج أخصائي إنكرا بخصوص انحناء الأرض؟ دعا الباحثون الأخصائي المستشار في بدء التجارب للقيام بآخر التجارب أيضا سويا. باولو سيزار بارا مهندس مدني تقني جيوغرافي مصمم للسدود ومدير مشاريع دام الهندسية. أمر صعب حقا كوني مهندس مدني وخبير جيولوجي أعمل بعلوم دقيقة تعلمناها منذ الصغر، ويصعب علي تبني أي رؤية مختلفة لواقع تربينا عليه. ماورو دياس عالم جيوغرافيا توبوغراف ومختص بالتصوير التوبوغرافي الجوي. كما يعرف الجنس البشري بأكمله، الأرض كروية الشكل، وأنا كأخصائي في جيوغرافيا وخرائط وتوبوغرافيا أجد صعوبة بتقبل عدم كروية الأرض. في ميناس جيرايس في البرازيل قام الباحثون باختبار الانحناء الكروي فوق الماء ومعهم ضيوفهم. نحن هنا في تري مارياس، وهو مخزون المياه وسد الكهرباء الهيدرولية، ومعنا فريقنا بالكامل، وسوف نباشر بالتأكد من أفقية المياه هنا في هذا الخزان العملاق الذي يمتد على 18 كيلومتر. هدف التجربة كالتالي: لدى السد مستوى معين، وإذا كانت معطيات الجي بي أس المستوى مطابقة فذلك يعني أنه لا يوجد أي انحناء في الأرض، وإذا اختلفت المعطيات فهذا سوف يعني أن هنالك انحناء واقعي في الأرض وبالنسبة لمستوى البحر. الأجهزة مثبتة في أماكنها، وسوف يذهب التقني إلى نقطة أخرى ليبدأ عملية تعليم النقاط بمثلث، ويكون بذلك قد اختبر أفقية الماء. هذه النقطة الأولى في الارتفاع نسبة لمستوى البحر هي 556 مترا، لذلك سنعلم أكثر من 3 نقاط. هذه المعدات تتكون من جهازين، واحد مثبت هنا والثاني سيذهب للنقاط الأخرى، وبهذا نكون قد أخذنا 3 نقاط كلها على مستوى المياه، وسنختبر مستوى هذه النقطة بالنسبة للأخريات. دقة هذه الأجهزة على مسافة 10 إلى 20 كيلومترا كبيرة جدا، ولا تختلف لأكثر من بعض السنتيمترات.
المهندس باولو سيزار بارا أشرف على العملية بأكملها وباحتراف تام. هيا سنعطيكم المعلومات اللازمة. نحن الآن في النقطة الثانية على بعد 7.5 كيلومترات من نقطة البداية وعلى ارتفاع 556 مترا على مستوى البحيرة. ماذا ستكون النتيجة يا ترى من معطيات النقاط الثلاث؟ هل ستبرهن استقامة المياه أم كروية الأرض؟ رجع الباحثون إلى تريس ماريا مع ضيوفهم للقيام بتجربة الليزر. نحن على سد تريس مارياس لمحاولة إيضاح بعض الظواهر. بما أننا أناس منفتحون قررنا القيام ببعض التحريات، بحوث مكللة بعدد من التجارب لتفسير هذه الظواهر. ونحن ذاهبون إلى النقطة الثانية على بعد 18 كيلومتر من النقطة الأولى، وسوف نقوم بفحص الليزر للتأكد من حناء الأرض. نقوم هنا بتجارب ليلية على السد، وترون المراكب بحيث نحن هنا على شاطئ البحيرة. ووضعنا الليزر على علو يقارب المتر من الماء، وهذا العلو الذي ثبت عليه الليزر الثاني بالمقابل، متر ونصف بالتحديد عن سطح الماء. والطقس ممتاز من دون رياح، وهذا يخفض من تبخر الماء التي قد تعيق الرؤية، والبرد يساعد أيضا. كل هذا جيد للقيام بمهمتنا. إذن الأجهزة مثبتة، فلتبدأ التجربة. تم إنجاز التجارب كلها، ها قد حان وقت الحقيقة. ماذا استنتج الباحثون بالنسبة لتجربة المراكب؟ أدرك الباحثون أنه عند مراقبة المراكب بالعين المجردة لبعض الوقت قد بدأت المراكب تختفي. الهيكل أولا، ومن بعده المراكب، وفي النهاية اختفت السارية كليا كما تفرضه نظرية الأرض الكروية. عند مراقبة المراكب بالعين المجردة كان الانطباع الأول أنها كانت تختفي وكأنها تهبط تحت خط الأفق. عند ابتعاد المراكب مسافة معينة أصبحت غير مرئية بالعين المجردة. لوهلة أصبنا بالإحباط لكوننا كنا نثبت كروية الأرض، وهذا سهل بالعين المجردة.
هل هذا يعني أن الأرض كروية؟ مع فشل العين المجردة آن الأوان لاستخدام المعدات البصرية في محاولة لرصد المراكب من جديد. إن كانت المراكب لا تزال على مرمى من الأجهزة البصرية فهذا دليل على أنها لم تهبط إلى ما دون الأفق. وما أذهل الجميع هو أن المراكب كانت ما زالت هناك ومرئية. أدرك الباحثون أن صور الأجهزة استعرضت ظاهرة بصرية. خلال التجربة كنا نشهد ظاهرة اعتقدنا أنها ظاهرة الفاتا مورغانا البصرية وهي انكسار الضوء في الطبقات الجوية. غالبا ما نرى هذه الظاهرة في الصحراء وهي ما يسمى بالسراب الشهير المعروف بظاهرة الفاتا مورغانا. تحدث تشكيلة صورية، صور افتراضية غير واقعية في نقاط محددة، ومن خلال المراقبة والمعطيات التي جمعناها استطعنا تحديد نمط معين للظاهرة. بعد مسافة معينة هناك فقدان للتواصل البصري مع المراكب وكان يزداد لحد الانقطاع. عندما فقدنا التواصل بالعين المجردة قمنا باستعمال المجهر وكان المركب لا يزال هناك، ولكن أدركنا أنها صورة مقتبسة، صورة في مرآة. أدركنا أن الصورة الحقيقية كادت تختفي بالأكمل وما تبقى لدينا كان عبارة عن صورة افتراضية مقلوبة مقتبسة كما في مرآة عند انكسار الضوء على سطح الماء وفي هذه الحالة لزاوية تقارب الصفر، وهذا يحدث بسبب ظاهرة المرآة حيث أن انعكاسا للصورة هو الذي يحصل. تم توثيق هذه الظاهرة للمرة الأولى في لاغوس دوس باتوس في ريو غراندي ديل سول. خلال التجربة شعرنا بأن كل مرحلة من التجربة كانت تكمل الأخرى. مع انكشاف التجربة أدركنا أن المعدات البصرية كانت تضخم الظاهرة. في حين استعمال المجهر النيوتوني شديد الدقة البصرية والذي يضاعف قدرة العين البشرية أصبحنا نرى ما لم نكن نراه من دونه. هذا ما قاد لمبالغة الظاهرة خلال تنفيذ التجربة. فعمقنا الدراسة واستنتجنا أن أغلبية الظواهر البصرية المنسوبة لانكسار الضوء أو ظاهرة الفاتا مورغانا هي في الواقع نتيجة انعكاس الضوء على السطح بزاوية قريبة للصفر. ومن خلال الملاحظات التي قمنا بها استطعنا استنتاج نظرية فيزيائية جديدة تخولنا تفسير ظاهرة الفاتا مورغانا من منظور جديد، وجهة نظر جديدة سميناها نظرية البصر المطبقة على الظواهر المرئية. هذه النتيجة ساعدتنا بتفسير ثلاث ظواهر معروفة بكونها أوهام وليس إلا. لماذا يتهيأ لنا أن المراكب تهبط خلف خط الأفق؟ لماذا يتلاشى الهيكل ومن ثم الباقي؟ ولماذا يرى المراقب الأطول لمسافة أبعد؟ نستخلص إذن أن المراكب لا تهبط خلف الأفق، وإنما نفقد القدرة على رؤيتها، وهذا بسبب ظاهرة بصرية. مع هذه التجربة تم دحض إحدى أقوى الحجج لكروية الأرض بأن المراكب تهبط خلف الأفق بسبب الانحناء. ونجد هنا أول دليل على استقامة المياه على سطح الأرض. من
بين أقوى التجارب التي تم خلالها استخدام التلسكوب الطويل المدى والتي كان لها الوقع الأقوى كانت التجربة على بحيرة تيتيكاكا، حيث حاول الفريق توثيق صور عن بعد 110 كيلومترات، وتم اختيار الموقع لقلة الرطوبة في الهواء وفي أوقات معينة من السنة، وهذا عامل أساسي للحصول على أفضل نتيجة. نحن هنا مع أحد سائقي المراكب من سكان جزيرة لاوروس، وهو متحدر من حضارة الأيمانة. هل بإمكانك رؤية الجهة المقابلة من البحيرة أم لا؟ بلى ممكن، فنحن نعتبر بحيرتنا وكأنها طاولة. على بعد كم كيلومتر تستطيع الرؤية؟ أرى لبعد 50 إلى 60 كيلومتر تقريبا. هكذا طبيعيا ومن دون مجهر؟ نعم طبيعيا من دون مجهر. استطاع الفريق أن يصور بواسطة التلسكوب عن بعد مسافة تفوق 100 كيلومتر، وهذا شيء مستحيل على سطح أرض كروية، لأن الانحناء المفترض سيكون بارتفاع 237 مترا، ما يساوي مبنى من 79 طابق، وهذا ثاني اختبار يبرهن أن الأرض لا يمكن أن تكون كروية الشكل. ماذا عن نتائج التجارب بموجات الراديو؟ استعمل الباحثون هوائيات تركيز مباشر لموجات الراديو، حيث قد تكون الاتصالات مستحيلة على نموذج أرض كروية، بما أن الارتفاع الأدنى لحاجز الانحناء الطبيعي قد يعرقل الموجات بارتفاع مفترض يساوي 3.84 متر على هذه المسافة. لقد تم الاتصال. الجهاز يعمل بشكل طبيعي. عندنا اتصال مع حاسوبك هناك. نعم لدينا ارتداد هنا. لقد تم التواصل من دون أي شك. نستطيع مسح الإشارة هناك وثم نجدها هنا. لقد أثبتنا أنه يمكن تأمين الاتصال بالرغم من هذه المسافة، ونحن نعرف أن أي حاجز قد يعترض الموجات معناه عدم إمكانية التواصل. التجربة بواسطة موجات الراديو كانت غير اعتيادية، لأنه في وقتها كنا قد ثبتنا الهوائيات، وبسبب النموذج الكروي للأرض وقد بدأنا العمل بفرضية الاعتراض التام لمنطقة الإرسال فريسنيل، وهي المنطقة التي يحدث فيها انتشار موجات الراديو المركزة، مما قد يجعل الاتصال بين النقطتين مستحيل تماما، مع العلم أنه حتى مع العمل على سطح مستوى كنا قد نحصل على 50% فقط من منطقة الانتشار فريسنيل من دون حاجز اعتراض، مما يسمح للتواصل بين النقطتين حتى ولو بصعوبة، وهذا ما حصل بالضبط. وهذا برهان جديد على استواء الماء على هذه المسافة، مما يدحض النموذج الكروي. ماذا عن التجربة الجيوديسية التي جرت ما بين المبنيين؟ جرت القياسات في أسفل وأعلى المبنيين، واحد في توريس ريو غراندي ديل سول، والآخر في ناتال في ريو غراندي ديل نورت، على بعد 3050 كيلومتر. واستنادا لنظرية الأرض الكروية، يجب أن تكون المسافة بين أسفل المبنيين مختلفة عن المسافة بين أعلاهما ولو حتى بأمتار قليلة، ولكن إذا كانتا متساويتان فذلك سيكون برهانا أنه لا يوجد انحناء على سطح الأرض. نسترجع رأي المهندسين في إنكرا قبيل التجارب. ستكون النتيجة لها علاقة مع امتداد هذا الخط وبزاوية قائمة عند القاعدة. أعتقد بأنها ستكون أطول.
توقعاتنا الأولى كانت أن قياس المسافتين مختلفاً بناء على نموذج الأرض الكروية، ولكن عندما وصلت النتائج كانت المسافة بين القاعدتين وأعلى المبنيين تظهر المبنيين مستقيمين تماماً. وهنا الزاوية المفتوحة بين قاعدة الأول وأعلى الثاني، حيث قرأنا النقطة، وعندما نجري حساباتنا سوف نجد هاتين المسافتين متطابقتين دائما. على هذه الخريطة سوف نجد هذه المسافة دائما. القياسات المتطابقة بين الأعلى والأسفل من المبنيين تثبت أنه لا يوجد انحناء وأن الأرض ليست كروية الشكل. في هذه التجربة تم الحصول على 3 نقاط بواسطة جهاز شديد الدقة GPS على سد تريس مارياس في ميناس جيرايس الذي يزيد طوله عن 70,000 متر. النقطة الأولى على ارتفاع 556 مترا عن سطح البحر. النقطة الثانية كذلك 556 مترا عن سطح البحر. إذا تبين اختلاف الارتفاع في النقطة الثالثة فهذا قد يعني أن الماء تتبع انحناء الأرض بالفعل، وإن كان الارتفاع مماثلا فذلك سوف يثبت أنه لا يوجد أي انحناء ويبرهن أن الماء مستوية. وقد تفاجأ الباحثون بقياس النقطة الثالثة، لقد حصلنا على نفس الارتفاع هنا أيضا 556 مترا عن مستوى البحر والأجهزة على مستوى البحيرة. لقد حللنا المعطيات من الأجهزة وتشير كل النقاط إلى نفس النتيجة، وبذلك نبرهن أن الماء مستوية دون انحناء. هذه المعطيات تتناقض مع كروية الأرض التي تفرض انحناء الماء مع الأرض، ولكن لا استواء للماء في حال الانحناء. القياسات الثلاثة مطابقة وهذا يثبت استواء الماء، مما يبرهن مجددا أن الأرض ليست كروية الشكل. ما نتيجة تجربة الليزر؟ هل رأى الفريق الضوء في الجهة المقابلة؟ نحن هنا للتجربة الليلية في تريمارية وعلى ضفة البحيرة، والليزر على ارتفاع ما يقارب المتر من الماء تماما كما الليزر على الضفة المقابلة تقريبا على 1.5 متر من مستوى الماء. كما ترى يتواصل الجهازان على مسافة 18 كيلومتر. لقد نجحنا باختبارنا اليوم، وها نحن نبرهن أن شكل الأرض ليس كما تدعيه العلوم الحالية.
بما أننا على بعد 18 كيلومتر لا يوجد أي فرق بمستوى الماء بين هذه النقطة والفريق الآخر على بعد 18 كيلومتر، فالماء على مستوى واحد تماما. على هذا البعد يفترض أن يكون هناك حاجزا حناء يعترض الليزر بارتفاع 6.3 أمتار تقريبا، وقد وصلتنا الإشارة الضوئية من الجانب الآخر على بعد 18 كيلومتر، والجهاز بنفسه لا يرتفع سوى متر واحد عن مستوى الماء. هذا الاختبار الأقصى، لا يوجد انحناء. لضمان دقة النتائج قرر الباحثون عمل تجربة عفوية. أضاء الفريق ضوءا يفترض على الفريق الموجود على الطرف الآخر رؤيته باستعمال محطة شاملة. وعلى هذا البعد يفترض ارتفاع الانحناء لعلو 6.3 أمتار ما يعادل مبنى مؤلفا من 3 طوابق. هل ترى؟ نعم. انزل. هل ترى؟ نعم. انزل. هل ترى؟ نعم. نعم نعم انزل. أنا على مستوى الماء تماما. مستوى الماء. حسنا، سوف أكتب وأنت تقرأ المعطيات الجغرافية. دون ارتفاع الغمزات على مستوى الماء. إنها على مستوى الماء، ولكن على أي علو؟ صفر. إنها تغمز في الماء. إنها في الماء 10 سنتيمترات فوق الماء. حسنا، سوف أدون الزاوية هذه. انتظر ويلسون. خلال التجربة جرت إضافة ضوء ليزر صغير من دون إعلام المساح. هل ترى ضوءا آخر؟ أراه، إني أرى ليزر الآن. لقد رآه، رأى الليزر. اخفضه قليلا. انتظر لحظة يا ويلسون. الآن أراه مجددا. هل رأيته؟ ليس الآن. رأيته من قليل. اخفضه قليلا. هل ما زلت ترى الضوء؟ أرى الليزر هناك. هل ما زلت تراه؟ أجل أراه. رائع، أمهلني لحظة. أورندير، ماذا يجري هنا؟ لقد انتهى الأمر يا صديقي. وعلى مستوى الماء متران أو ما يقارب، والآن قد تم الأمر ولم يعد هناك شيء بإمكاننا فعله. نستطيع المغادرة الآن، أليس كذلك؟ وليس هناك أي شيء نستطيع فعله. استعملنا التلسكوب ومستوى عال من الدقة، مستوى بصري وأخصائي توبوغرافيا، ومعدات للمسح تستعمل للقياس وتحديد المستويات، ونحن على بعد 18 كيلومتر محددة بالجي بي اس على جزيرة في نقطة هنا من البحيرة 18 كيلومتر من الفريق الثاني. وضعنا شعاعا ضوئيا واستطاعت أجهزة المسح رؤية الضوء على مستوى الماء. والضوء يمكن أن نراه من الضفة الثانية على 18 كيلومتر. وبقي المهندس محتارا من نتيجة التجارب. نستطيع المغادرة الآن، أليس كذلك؟ كل هذه الأدلة براهين من دون أي شك على عدم كروية الأرض لإثباتنا أن المياه مستوية مهما كانت المسافة. نتيجة التجربة على بحيرة تيتيكاكا بجهاز الليزر. ها هو الضوء يقع على التلة. انظر هناك، إن الضوء فوق الشجرة الآن فوقنا.
انظر إلى هذا، هل أنت توجه الجهاز الليزري خاصتك أيضا؟ إننا نراك، نرى ضوءك، إنه مرتفع جدا. انظر هناك، رأيته في هذا الاتجاه. لقد وصل، ها هو مجددا. هيا ها هو مجددا، ها هو. توقف هنا، إلى اليسار، توقف. إنه يضيء هنا ويتحرك هناك. لقد سبق وقمنا بتجربة الليزر، وقد ظهر الضوء لنا على هذه الضفة فوق الشجر جنبنا، والشجر هنا يرتفع متران إلى متران ونصف، ونستطيع بكل تأكيد تكذيب فرضية أن الأرض كروية الشكل، لأننا هنا على 35 كيلومترا عن الفريق الأول على خط مستقيم وعلى مستوى البحيرة، واستنادا لنظرية الأرض الكروية، وعلى مسافة 35 كيلومترا يفترض أن يعترض الضوء انحناء على ارتفاع يساوي 23 مترا فاصل 98 سنتيمتر، مما قد يجعل التواصل بالضوء مستحيلا. النتيجة إيجابية هنا، واستطعنا رؤية الضوء على بعد 35 كيلومترا، لا انحناء هنا بل مسطح تماما. الأبحاث هنا أعطت نتيجة ممتازة. هنا وبفحص الليزر هذا بين فريقين على بعد 35 كيلومترا حصل تبادل غير معتاد نظرا للمسافة التي تفترض وجود قوس بارتفاع 24 مترا. لم يكن من المفترض أن يرى أي من المجموعتين ضوء الأخرى. ولكن كيف كان بالإمكان إبراز إشعاع ليزر من ضفة إلى الثانية على مسافة 35 كيلومتر لو كان هناك قوس منحن بارتفاع 24 متر بينهما بحسب نظرية الأرض الكروية، مع العلم أن أجهزة الليزر كانت على ارتفاع مترين عن مستوى الماء؟ بحيرة تيتيكاكا بعرض 65 كيلومتر وبطول 165 كيلومتر. بعض الناس يقولون أن لدى البحيرة انحدارات، ولكنها مسطحة تماما كالمرآة، فيمكنك مثلا النظر على بعد 30 أو 40 كيلومترا وسوف تراها مسطحة تماما. هنا مجددا برهان آخر على أن مستوى الماء مسطح تماما، مما يقلب رأسا على عقب وبشكل نهائي نظرية الأرض المكورة. الجاذبية هي النظرية التي تدعي العلوم المعاصرة أنها العامل الرئيسي لإبقاء كل شيء بتناغم كامل على أرض كروية. الماء لا تغادر الأرض لأن قوة مركزية تشدها نحو الأرض اسمها الجاذبية. الجاذبية غير موجودة بالأصل، وبحسب اختباراتنا الجاذبية غير موجودة، ومن أساسيات الطبيعة المستوى وسلك الرصاص اللذان يسقطان هذه النظرية. سلك الرصاص هو أداة لتحقيق العمودية، واستعماله أساسي في البناء المدني لضمان أفقية أي بناء. نستعمل هذه الأداة لبناء أي حائط بانتصاب عمودي صحيح، وإلا مصيره الوقوع. يستعمل للتأكد أن الحائط ليس مائلا لأي جهة كان، بالضبط حيث يجب أن يكون. استعمال سلك الرصاص هو الطريقة الوحيدة للتأكد من أن الإنشاءات تنتصب عموديا. المستوى أو الزئبق المائي هو الأداة التي تقيس الإمالة أو الانحدار، وهو أساسي لضمان الأفقية.
وهو مستخدم بشكل كثيف في البناء المدني، الهندسة، مجال التصوير وعلم الفلك ومجالات أخرى كثيرة. النموذج الأكثر رواجاً هو الفقاعة. أي بناء يجب أن يكون مستو وعامودي، وإلا وقع هذا المنزل قد يقع. هذه الأداة هي وعاء متصل، ونستخدمه في المختبرات لإظهار سلوك الماء والسوائل لتستوي. لا يهم وضعية الوعاء، فالماء في داخله ستبحث دائما عن مستواها. وهذا السلوك يمكن إثباته ليس في المختبر فحسب، بل على أرض التجارب أيضا، مثل المستنقعات، البحيرات والبحار. هذا نموذج مصغر عما نجده على وجه الأرض كلها، مياه مستوية. عندما نبرهن أن الماء مستوي دائما، إن كان في النماذج المصغرة أو على مقاييس أكبر في الطبيعة، نبرهن أيضا أن الجاذبية غير موجودة، لأنها لو كانت موجودة وحقيقية لتبعت المياه انحناء الأرض. ولكن ما هي القوى الفاعلة للحفاظ على التناغم على أرض غير كروية؟ باحثون من داكلا ومركز زيغوراتس للتكنولوجيا استنتجوا أنه ومن الأساسيات الطبيعية القوى الأربعة الرئيسية الفاعلة سويا والتي تثبت كل شيء على الأرض، وهي القوة الكهرومغناطيسية، الكثافة، الضغط والضوء. وأطلق الباحثون على هذه المجموعة اسم MDPL. بين القوى الأربعة القوة المغناطيسية، وبالتناقض مع ما يعتبره العلم حاليا، هي أحدى أعظم القوى الفعالة على الأرض، وهي القوة الرئيسية التي تحافظ على توازن كل شيء من صلات الذرة وحتى الحقل المغناطيسي للأرض. واحدة من وسائل دراسة أداء الحقل المغناطيسي للأجسام كافة هي القيام بتجربة نحول بها الطاقة الحركية التي ينتجها الحقل المغناطيسي إلى موجات ميكانيكية في الأشياء، ويمكن إعادة هذه التجربة برمي أي شيء في الماء. مهما كان شكل الشيء، الموجات الناتجة عنه في الماء ستكون دائرية دائما، لكونها ستعدل بحقل الأرض المغناطيسي. لاحظ كيف يكون النمط في الماء دائريا دائما بغض النظر عن شكل الشيء الذي ترميه فيها، وهذا لأن الموجات الناتجة يعدلها حقل الأرض المغناطيسي في كل مرة. غير موجودة، الجاذبية ليست حقيقية وليست موجودة، والأفظع من ذلك أنه بغاية إثبات كروية الأرض من دون أن يقع الناس عنها، المباني، الحيوانات وخاصة الماء، لكي لا تتطاير إلى الفضاء ولتبرير ثبات الناس على سطح الأرض لا مبالين بدورانها السريع، اختلقوا قوة سحرية اسمها الجاذبية. ولكن هذه القوة السحرية مزقها سلك الرصاص وفقاعة المستوى، لأن الماء بطبيعة سلوكها تبحث عن مستواها، أو هل الفيزياء خاطئة أيضا؟ إن كان سلوك المياه بطبيعتها وبحسب علوم الفيزياء الصحيحة أن تجد مستواها، فكيف استطاعت تثبيت نفسها على كرة من دون أن تتطاير إلى الفضاء؟ وهذا اقتراح متناقض مع علم الفيزياء. وأكثر من ذلك، لتبرير الفصول فقد قرروا إمالة الأرض 23 درجة. لا يوجد بالعقل طريقة لإمالة جسم كروي، مستحيل. فلنرى كيف بإمكان كرة أن تكون مائلة لا تغادرها الماء، وعندها محور خيالي. حتى ولو كان هناك محور حقيقي، فهو الذي يكون مائلا وليست الكرة، وبأي وضع كانت لن يميل إلا المحور.
محور خيالي وهذا وهم؟ إن كان خيالي فهو وهم. وها هنا تناقض ثاني وضعوه لتبرير الفصول والكرة في نموذج مستحيل. وفعلا نحن لا نعيش على كرة، لأن السلوك المادي للمياه على كرة لا يتناسب مع واقع الحقيقة. وعبر سلك الرصاص وفقاعة المستوى تمت الإطاحة بهذه النظرية، انقرضت. وما يكون شكل الأرض؟ إنها مسطحة تماما، ولكن أين يذهب هذا المسطح؟ هي مربعة؟ ها هي دائرية الشكل؟ عند النظر من الأعلى يكون الانطباع أن الأرض مسطحة. علماء الماضي لم يكونوا يملكون سوى النظر للمراقبة والتحليل والمنطق لابتكار الاحتمالات. القدماء الأوائل استعملوا نموذج الأرض المسطحة المربعة المثلثة والجيوديسية. وفيما بعد علماء آخرون ظنوا أن الكرة نموذج أنسب، غرسوا وتدا في الأرض وآخر على بعد 800 كيلومتر، ولم يأخذوا بعين الاعتبار الارتفاع عن مستوى البحر. لم يملكوا جي بي اس ولا أجهزة دقيقة، لذلك كيف يمكننا اعتبار هذه الأفكار بجدية بوجود تكنولوجيا اليوم؟ وكل ما نملك اليوم من معلومات يناقض هذه النظريات. أي تجربة في أيامنا هذه قادرة على تكذيب كروية الأرض لأنها مستحيلة؟ فإذن كيف نستطيع تحديد شكل الأرض الحقيقي؟ جمع باحثو سي تي زي معطيات عن حركة الشمس، القمر والنجوم في أركان عدة على الأرض. وفي هذه الأبحاث التي طالت عدة سنوات تم جمع معطيات من كاميرات ومعدات مركبة في كل هذه الأماكن خلال الليل والنهار. وجدنا عدة اختلافات في مسار الشمس، وأهمها كانت في أستراليا وأرجنتينا، وهما تتشاركان في نفس المدار. وجدنا أن الشمس ترسم مسارا على 180 درجة في أرجنتينا، في حين أنها ترسم مدارا من 270 درجة في أستراليا، وهذا مستحيل على أرض كروية. وفي جزر الكناري مثل ذو أهمية كبيرة، بحيث الفاصل الزمني لمسار النجوم أظهر حركة دائرية لا تتوافق مع النموذج الكروي. وهذا المسار لا يبرر إلا بوجود هذه الجزر بمحاذاة القطب الشمالي على أرض كروية، وهذا غير محتمل. نحن لا نستطيع التصور أنه مع كل هذه التناقضات التي لاحظناها وكل التكنولوجيا المتوفرة في أيامنا هذه، ما من باحث أو عالم فلك أو عالم من أي نوع أو وكالة فضائية في العالم قد لاحظوا أو وثقوا أي من هذا. هذا التناقض بمقارنة مسار كل من الشمس والنجوم بين كل هذه الأماكن عند نسبها لمواقعها الجيوغرافية على الخريطة الحالية للعالم، ولد نموذجا جيوغرافيا جديدا للقارات. وفي هذا النموذج تمثل القارات بأحجام ومواقع مختلفة بالنسبة لخارطة العالم الحالية، مع وضع القطب الشمالي في الوسط محاطا بباقي القارات. ولقد سمينا هذا النموذج الجديد الأرض المحدبة. لقد أعطيناه هذا الاسم لأن القارات تبدأ من مستوى البحر وترتفع إلى أقصى نقطة لها قبل العودة إلى مستوى البحر من جديد. بحسب جهاز قياس الارتفاع تصعد القارات من البحر بشكل محدب لتعود إليه. وفقا للتحقيقات الجارية وفي أرض محدبة، هذا ما يشبه النسق المغناطيسي الحالي مع تواجد القطب الشمالي المغناطيسي في وسط الأرض. وبسبب الحقل المغناطيسي وإنما كنا على الأرض، سوف تشير البوصلة إلى القطب الشمالي أي مركز الأرض، بينما يمثل القطب الجنوبي حدود الأرض بأكملها. الحقل المغناطيسي مسؤول أيضا عن تصميم شكل غلافنا الجوي الذي يشبه عدسة عادية محدبة. بهذه الطريقة يشكل الغلاف الجوي المؤلف من غازات وماء بحالتها الغازية، يعمل كعدسة مكبرة عملاقة بدرجة كبيرة من الانكسار الضوئي المسؤول عن نهارنا وليلنا.
التجربة التالية تحاكي سلوك النهار والليل، ونستعمل فيها عدسة مسطحة محدبة، نموذج عن القارات ومصدر ضوء خارجي يحاكي الشمس. النتيجة نموذج عن النهار والليل يطابق المناطق الزمنية على الأرض. الأمر الذي ساعدنا هي المعطيات التي جمعناها في مركزنا الخاص لمراقبة الفلك في مركز زيكوراتس التكنولوجي. بهذه الطريقة استنتج الباحثون أن الأرض ليست كروية ولا مسطحة، بل محدبة القارات ومسطحة المياه. في هذا المفهوم إنها تشبه الكويكب المشوه الذي يطفو في الفضاء وهو محاط بطبقة كبيرة جدا من الجليد على طول حافته. وكيف تعمل الأقمار الاصطناعية في الأرض المحدبة؟ الحقل المغناطيسي هو المسؤول الرئيسي لبقاء أقمارنا الاصطناعية في مداراتها. باختصار، هناك نوعان من الأقمار الاصطناعية: الثابت بالنسبة لموقعه في الأرض والمداري. الأول مثبت بالظاهر فوق موقع ما على الأرض، بالظاهر لأنه يجب إعادة تعديل موقعه من وقت إلى آخر. والأقمار المدارية تدور فوق سطح الأرض ولديها مسارات وارتفاعات مختلفة تناسب مهماتها. ماذا عن صور الأرض من الفضاء؟ لما نرى انحناء في الأرض على الصور؟ أطلقنا عدة مسدارات إلى الغلاف الجوي ولاحظنا أن الصور المسجلة في الغلاف الجوي تظهر بعض الانحناء عندما تبلغ ارتفاعا معين، وهذا يحصل في الطبقات العليا فوق ستراتوسفير. ولن تلاحظ هذا الانحناء من نافذة في طائرة، ولا يحدث هذا بسبب الانحناء المفترض للأرض، بل بسبب عاملين: الأول بسبب العدسة المكبرة الضخمة التي تمثل غلافنا الجوي، والثاني بسبب نظرية انحناء الضوء التي عرضها أينشتاين، تجربة مثبتة في 1919. وفقا لنظرية أينشتاين، يمكن لكتلة جسم ضخم أن تتسبب بانحناء في الفضاء والزمن من حولها، قادرة على ثني مسار شعاع ضوئي بالقرب منها. سميت هذه الظاهرة بالعدسة الانجذابية. أي قاعدة فيزيائية تعمل بالضرورة على النماذج الصغيرة والكبيرة على حد سواء، وقد أثبتت فعالية هذه النظرية خلال مراقبة الأجسام الضخمة في الفضاء بواسطة عدسات المراقبة الفلكية. ونستنتج أن الانحناء الظاهر للضوء في الطبقات العليا للغلاف الجوي يحصل أيضا كوظيفة لكتلة الأرض ذاتها وحقلها المغناطيسي. نحن نصنع في مختبرنا عدسة انجذابية فيزيائية قادرة على تصحيح الانحناء الضوئي في الطبقات العليا للغلاف الجوي، ولقد توصلنا من خلال التجارب تصحيح كلي ب 0.22 درجة، ويمكن إثباته بواسطة المحاكاة الافتراضية. وهذه القاعدة تطبق على أجرام أخرى كالقمر والكواكب المعروفة في نظامنا الشمسي. يظهرون كرويين عبر التلسكوب، لكننا لسنا أكيدين من شكلهم الحقيقي، وليس كل ما تراه حقيقة. لتسهيل استيعاب النموذج الجديد لأرضنا، بنى الباحثون نماذج مطابقة للأرض المحدبة والكروية جنبا لجنب. بنينا نماذج تسهل على الناس تصور حقيقة الأرض، وهي نماذج بحجم نسبي، وذلك بالتناغم مع كل الأبحاث والتقارير التي قمنا بها. وقد توصلنا إلى هذا الشكل.
لقد تم ترويضنا جميعا منذ الصغر على تقبل ادعاءات تنص بأن أرضنا كروية الشكل، ولكن ماذا لو قلت لكم أنه لا توجد صورة واحدة حقيقية تبرهن ذلك؟ لغاية اليوم، كل تلك المؤسسات والوكالات الفضائية لم تنجح بإبراز صورة واحدة كاملة للأرض. بالرغم من التطور التكنولوجي الهائل والعلوم المعاصرة، هذه الصورة وبكل بساطة غير موجودة. فكيف يمكن أن نجد كل هذه الصور الجميلة على الإنترنت والملصقات وفي الأفلام؟ بكل بساطة، هذا لأنهم يعدلون الصور على الكمبيوتر لتشبه النموذج الحالي. لذلك هذه الصورة وهذا الكوكب الأزرق الجميل هو مجرد دعاية زائفة ككثير مما نراه يوميا. وفقا للأبحاث والحسابات الكثيرة التي قمنا بها على الأرض، هذا ليس شكلها الحقيقي. الشكل الحقيقي أقرب لهذه، محدبة القارات مسطحة على مستوى الماء. كان المطلوب مني أن أبني نموذجا كرويا للأرض وآخر محدب. لم يخطر على ذهني أبدا أن شكل الأرض قد يكون مختلفا عما تعلمنا. لطالما ظننتها كروية الشكل، كرة متناسقة وكاملة. بعد انتهاء الورشة أدركت أهمية استيعاب صعوبة العيش على أرض من دون تساو أو عمودية. الاستنتاج المنطقي الوحيد هنا هو أنها محدبة. كما عولجت صورة كوكبنا، فإن حجم وشكل القارات يعاني من نفس المشكلة. فالقارات مختلفة عما اعتدنا رؤيته على خرائط العالم. بلاد كروسيا والبرازيل أكبر بكثير في الواقع مما يقال لنا، وهذا يفسر الأخطاء الكثيرة في تحديد الأراضي. الآن كيف وصلنا إلى هذا الاستنتاج؟ ببساطة، إذا أخذنا بعين الاعتبار كل المعطيات الرقمية، كل القياسات، المسافات على المدارات، خطوط الطول، السواحل، تمددات اليابسة، وطبقناها على الورق واعتبرنا كل تلك المعطيات، فسوف نجد أن كل القارات كانت تعاني من تشوهات عظمى ومن دون أي استثناء. لم تسلم أي واحدة منها. كما قلت، روسيا والبرازيل تعانيان الآن من الزيادة في الأراضي بعكس الولايات المتحدة التي تقلصت بحكم الواقع. خلال البحث ظهرت أدلة جديدة عن وجود قارة جديدة. ماذا عن القارة الجديدة التي تقع بعيدا وراء حدودنا؟ سميناها الشمال الأكبر نسبة للموجودين هنا في أمريكا الجنوبية. نتوجه شمالا من حيث هذا الاسم. بمساعدة البحرية الوطنية والقوى الجوية فقد تمكننا من تعقب خدمات لوجستية كبرى باتجاه هذا الشمال الأكبر وباتجاه سيبيريا وروسيا. وكان هناك عوامل عدة قادتنا إلى الإدراك بوجود قارة أخرى. وبعد إطلاق أكثر من مسبار إضافي إلى الغلاف الجوي مجهزين بكاميرات ومعدات أخرى، استطعنا تحديد وجود كتلة يابسة لا تشملها خرائطنا الحالية وليست جزءا من واقعنا الخرائطي. بعد تحليل التصوير بالمسبار بشكل أساسي، أدركنا أنها جزء من قارة غير معروفة خلف طبقة هائلة من الجليد. عندما رأينا هذه الصور، وجهنا أبحاثنا نحو آخر حدود يستطيع الإنسان والسفن المستقلة الوصول إليها، وجمعنا أدلة كثيرة عن غبار على الجليد وبينات أخرى جعلتنا واثقين من وجود هذه القارة المجهولة. Outras evidências mais que realmente nos levaram a ter certeza da evidência desse. فليس لدينا أي شك أن هنالك قارة جديدة، أرض جديدة خلف هذه الكتلة الجليدية تنادينا. Nos impede de ultrapassar. A pesquisa continua. Não botamos pés nesse. البحث مستمر. لم تطأ أقدامنا يابسة هذه القارة، لكننا ناوون على الوصول هناك بأسرع وقت ممكن.
الدراسة التي قامت بها السيتيزي على مسار الشمس والقمر والنجوم أثمرت أجوبة وتوضيحا بغاية الأهمية والدقة بما يخص حجم القارات ومواقعها الواقعية بالإضافة إلى شكل الأرض. من ناحية أخرى ولدت الدراسة أسئلة كثيرة أخرى. تحديد الشكل الحقيقي للأرض لم يكن بالمهمة السهلة، ولكن أدركنا خلال الدراسة أن الأصعب آت لا محالة. لاحظنا أن الشمس أظهرت شذوذا عدة، مسارها، شروقها وغروبها، وقد ثبتنا الكثير من المعدات والكاميرات في أماكن كثيرة من العالم، وكل هذه المعدات سجلت حالات مختلفة وشاذة عن المعترف به، مما دفعنا للتفكر. نتأمل المسارات وما تعلمناه عن الشمس وعن حجمها وعن المسافة التي تبعدها عن الأرض والتي لا تطابق ما كنا نعتقده ولا تناسب حقيقة الواقع. مسارها شاذ تماما ومختلف جذريا عن معلوماتنا السابقة، بل وجدنا أدلة مذهلة على أنها ليست نجما كما كنا نعتقد، وتبدو أقرب بكثير من اعتقادنا. والأغرب من ذلك هو أن مسارها فوق عدة قارات ونقاط لا يتناغم مع المعلومات المعترف بها، خاصة في أستراليا وجزر الكناري. مثلا في أستراليا تكاد الشمس تشرق وتغرب في الموقع ذاته، وفي منطقة من أنتاركتيكا فهي مختلفة تماما، ففي بعض الأشهر تكاد أن تكون نقطة ثابتة بالكاد تتحرك كلا الاتجاهين. بفضل المراقبة الدقيقة لكل هذه الحالات الشاذة حول العالم، بدأنا بالإدراك أن ما نعرفه عن النظام الشمسي بأكمله قد يكون محط تساؤلات كثيرة ومثيرة، وهناك احتمال كبير بعدم وجود نظام شمسي. لاحظنا أيضا خلال مراقبتنا للشمس أن سلوك القمر مختلف. مسار القمر يشبه كثيرا مسار الشمس، وحجمه غير منطقي. والانطباع لدينا أن حجم القمر يتغير بشكل ملحوظ، أو أن المسافة بينه وبين الأرض تتغير كثيرا خلال 28 يوما من الشهر القمري. يبدو المسار بيضاويا، ولكن كأنه في بعد فضائي آخر تماما، كما لو كان في واقع آخر. وبسبب هذه النقاط الشاذة التي لاحظناها بمسار الشمس والقمر والنجوم، استطعنا الجزم أن الأرض لا تدور، ليس لديها أي حركة دوران. يمكننا تصور تمايل خفيف أو إمالة طفيفة، ولكننا أكيدون أنها لا تدور. الأرض عديمة الحركة. الغموض المحيط بالشمس معقد لدرجة أننا سنتابع دراستنا وأبحاثنا، لأنه من مصلحتنا فك الألغاز المحيطة بشمسنا. ما هو التغيير في حياتنا؟ معرفة النموذج الحقيقي للأرض يغير كل شيء، وبالأخص في النظام التعليمي. سوف تضطر المدارس إلى إعادة النظر في كل برامجها ومناهجها من الجغرافيا وعلم الفلك والرياضيات والفيزياء. كل شيء تغير، الحاوي والمحتوى، وبالأخص بالنسبة للنموذج الكروي. التوبوغرافيا، الملاحة، الماراثونات، اقتصاد النفط، الاستراتيجية الحربية، دراسة المناخ والطقس، كل شيء يتغير. كل ما تعلمناه مبني على أسس خاطئة، ونأمل اليوم باحتضان نور العلم. نظرة جديدة إلى عالمنا، قدرة إدراك جديدة، وتحول عميق في حياتنا وأعمالنا الثقافية. حتى إدراكنا للعلم والأعمدة الثقافية، هناك تحول هائل للبشر أجمعين من دون استثناء نحو الأفضل.
ولكن البحث عن الحقيقة هو ما يمسه التغيير بشكل أكبر، وكان هذا الحافز الأكبر الذي دفعنا للقيام بكل بحوثنا. العطش للمعرفة، العطش للحقيقة. ما هو رأي الأخصائيين ماورو دياس وباولو بارا اللذين رافقا هذه التجارب؟ لقد عملت طيلة حياتي باعتقاد أن الأرض كروية، وعملي وأعمال كل زملائي التوبوغرافية والخرائطية قائمة على كروية الأرض. والمشكلة الأكبر هي في إعادة التمحور، لأنني بنيت على معتقد ما وخلال سنوات طويلة، وأنا مستعد الآن لاحتضان واقع مختلف. كان هناك الكثير من التفسير الناقص في رؤيتي، ومن دونه كنت أعيش في شك وحيرة كبيرين، وكانت هذه معاناة عظيمة زرعت الأرق في ليالي. لم أنفك عن التفكير بذلك، ولكن في تجربة تري ماريا حينما قمنا بأعظم تجربة في نظري، وهي تجربة الليزر على مسافة 18 كيلومتر. وما نعرفه في علم الخرائط والمسح وعلى أساس كروية الأرض التي تفرض عدم القدرة على رؤية أي شيء بعد 10 كيلومترات. وكنا شاهدين على نجاح هذا الاختبار. في ظلام الليل بشعاع موازن لمستوى مياه البحيرة. كان نجاحا باهرا. مستخدمين أعلى مستوى من التكنولوجيا لإتمام التجربة. فقد اشترينا مدفع الليزر وعدلنا قوته، وقمنا بأكبر مجهود وأثنينا بفحص موجات الراديو. فأنا أعلن الآن أن القسم الأساسي لهذا البحث قد تم، وأشعر أنها لحظة عظيمة لنا جميعا. بنتيجة كهذه أعلم أنها ستجلب سلسلة من المواجهات والشكوك بين تقنيين آخرين، ولكننا مقتنعين أننا سنحثهم على القيام بأبحاث أخرى. أعتقد أن هذا تحول كبير في تيار علوم الأرض. أنا وكمهندس وكل الدراسات التي قمت بها لتدريبي وتخصصي، لطالما اعتبرت أن الأرض كروية الشكل. لذلك كنت أحمل عبئا من المعتقدات، ولكن منذ لحظة البداية وإلى الآن ما رأيته جعلني أمحو تعصبي للعلوم القديمة. حاولت أن أتخيل نفسي وكأني جاهل لكل علم يخص الأرض للتأكد أن كروية الأرض حقيقية أم لا. والآن أنا أكيد وخال من الشك، ومدرك أن الأرض مسطحة في منطقة البحيرات. لم يكن هناك أي فرق في المستوى على سطح الماء. إني أعلم أن الأمر يتطلب شجاعة كبيرة منكم حتى للحديث في الموضوع. كثير من المحترفين رفضوا الكلام عن هذا لخوفهم مما قد يحصل لحياتهم المهنية من تدمير لصورتهم. التشكيك بنظرية سائدة منذ 2000 سنة من دون أي إثبات على أرض الواقع. وفي قضية الأرض الكروية، ما هي نصيحتكم لهؤلاء الذين يعرضون النظرية من دون علاقة بالعلوم الدقيقة وهم يجلسون في مثل مناصبكم؟ الأهم هو النجاح في التخلي عن المعتقدات الخاطئة ومحاولة استيعاب هذه القوى الثلاث العظمى بعمق: القوة المغناطيسية، الكثافة والضغط. ولسوف يحصلون على تقدم تكنولوجي هائل ويتمكنون من تطوير نماذج جديدة للنقل والطاقة. وأعتقد أن الذين سيتعلمون من هذه المعرفة الجديدة سيكونون روادا في التطور التكنولوجي، وهذا مكسب لنا كبشر على الأرض جميعا. وقد تعلمت درسا كبيرا جدا. يجب على المرء الحفاظ على ذهنية منفتحة لسماع أي نظرية حتى ولو بدت سخيفة في البداية. لذلك عانيت من صعوبة في إدراك هذه الصفعة في البداية. أمضيت أشهرا بأكملها وأنا أعمل على هذا.
ها قد وصلنا لنهاية كل التقارير، وكل ما فعلناه سيكون موثقا وسوف نجعله متوفرا على الإنترنت. فأي إنسان يريد أن يعيد التجارب فليقم بذلك. لقد أفصحنا عن كل الأجهزة والمعدات المستعملة، عن كل المواقع. نحن هنا في تري ماريا في ميناس جيرايس، وكل هذا سيكون في متناول من أراد العلم. ونأمل أن تكون هذه مساهمتنا في العلوم تقدمة للناس، لكل الناس، للحكومة البرازيلية وسلاح الجو، لكل الحكومات ولكل البلاد، لكي يكون هناك نظرة جديدة تختلف عن نظرية دامت 2000 عام وهي كروية الأرض. والآن أتمنى أن تستخلصوا استنتاجاتكم الخاصة.